يوم جديد كله حياة، شمسه بتنور تيري ري ري ري. أنا فرحانة مش حيت مشيت بنتي حيت شريت آيفون جديد. دابا خصني نمشي نقضي واحد الغرض في سيدي عثمان فيت في عند واحد السيدة، وخصني من بعد نرجع للدار تندخل للدار وعاد نوريكم الآيفون ديالي. إلا ما كتبش اليوم غنوريه لكم غدا في الصباح مع النبوري، حيت اليوم ما نصورش به، غنبدا نصور به حتى الغدا. المهم خديته من عند اياد الصديق ديالي اياد ستور حتى الغدا، ونوريكم الايفون ندوي لكم على التعامل ديالو معايا، حيت كان تعامل اكثر من رائع. المهم دابا حيت مازال عندي نمشيو لمجي ندخل للدار حتى شي 11 ديال الليل نلقاكم نعستو. دونك غدا ان شاء الله غنقول لكم عن كيف كيكون غدا ان شاء الله، غنقول لكم نعاود لكم ليستوار ديال الايفون ديالي كيفاش جات، حيت ما كنتش دايره في حسابي نهائيا. تا صافي كتاب وخدي انا يلا دخلت حتى الغدا انا نخدم تليفوني، عندي واحد احتفال. عرفتوا شحال وانا كنتسنى نشري ايفون 13 ماكس برو، برو ماكس، ماكس برو، برو ماكس ولا ماكس برو؟ ها ها، غدا نوريه لكم وصافي شنو ما كان سميت. المهم هذاك